السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا وكلنا بنحبها، وهي السمك الشخورة، بس هنعمله بطريقة جديدة شوية وجميلة جدا، يا رب تعجبكم وبإذن الله تجربوها. بس قبل ما أبدأ الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا بقى نقول بسم الله ونبدأ وصفتنا. يلا بينا. أول حاجة عندي هعملها، همسك السمكة كده اهي بالشكل ده. طبعا السمك ده بنجيبوه بيبقى متلج، فيعني مش مستحب ان انت تكتري من اكله. السمك الطازه طبعا بيبقى مغذي اكتر، بيدي للولاد فوائد اكتر. اهو ببدا افتح بس البطن بتاعته كده بالشكل ده، اهو كده. بصي بتاخديها من اول هنا، هي نفسها الحته دي، بصي مفتوحه معاكي ازاي. هتبداي بقى تاخديها كده لحد فوق اهي كده، طبعا اكيد كلكم عارفين اهي. نبدأ بقى نعمل ايه، نفتح نمسك البطن نفتحها ونطلع كل اللي فيها اهي كده. اهو كده انا فتحت البطن بتاعتي كلها. هبدأ بقى اعمل ايه، همسك الحتة دي كده واروح شايلاها اهي، هي ملهاش لازمة معايا الجزء ده كده كده، دي الدماغ يعني ما فيهاش حاجة. اهو بفصلها بقى كده، هشيلها بقى كلها وارجع لكم تاني. اهي كده انا فصلت عنها الدماغ كلها. هبدا بعمل ايه، لو انت حابه تسيبيها كده مفيش مشكله، لو حابه تفتحيها هتبقى جميله جدا معاكي، هتبقى بالشكل ده كده اهي كده. تروحي ماسكاها من هنا، بصي بايدك كده تسلكي العظمه اللي فيها اهي بالشكل ده كده اهي. حابه تسيبي العظمه دي سيبيها، حابه تشيليها برده مفيش مشكله. انا هحاول كده نشوف هتتشال معانا اهي. هي بصي بمنتهى السهولة بتبدأ ايه تتفك معايا انت بقى براحتك، حابة تشيليها شيليها، مش حابة مفيش مشكلة. هبدأ بس كده ايه اسلك اللحم اللي فيها اهي من جميع الاتجاهات اهي، اتشالت معايا بقيت بالشكل ده. انتي حابة تسيبيها كده اوكي، هتبقى جميلة جدا معاكي. بصي طبعا الظهر هيحميها وهتعمليها كده تبقى جميلة جدا معاكي. مش حابة وحابة تسيبيها زي ما هي كده مفيش مشكلة برضو اهي. بصي هوريكم برضو الطريقة التانية اهي، اهي بتعمليها كده وبتسيبيها زي ما هي. بس بصوا الافضل ان انتي تشيليها كده وتنظفيها، بتبقى جميلة جدا. حتى لما تيجي تاكليها تاكليها يعني تلاقيها طعمها حلو وانت بتاكليها، طبعا تلاقيها نظيفه كده وجميله وانت بتاكليها. انا بقى هشيلهم وارجع لكم تاني. دلوقتي خلاص نضفت السمك معايا وبقى بالشكل ده. هبدا بقى اديله رشه ملح كده، بسم الله اهي كده، رشه كمان من الكمون. انت طبعا هتتبلي بقى بالبهارات اللي انت عايزاها، لو عندك بهارات سمك كمان هتطلع معاكي روعه بصراحه اهو كده. بس هو السمك عامه يعني بيحب ايه الكمون. هبدا برضو اديله رشه كده من البابريكا، اهي رشه بسيطه مش كتير، ورشه كمان من الكزبره الناشفه اهي كده. هبدا اديله رشه كده من الكزبره الناشفه المظلومه دي اللي ما خدتش حاجه اهي كده. وهبدا بقى اسيبه شويه، هسيبه بقى كده زي ما هو لحد ايه ما يعني ما يشرب شويه من التتبيله. بعد ما سبت السمك يشرب من التتبيله من البهارات بتاعته، هبدا بقى عندي هنا ورق فويل بالشكل ده، وحاطه جواه ورق زبده عشان ورق الفويل ما ينفعش يتعامل كده لوحده. هبدا بقى اجيب عندي هنا ايه بتنجان كده اهو، اي قطعي طبعا البتنجان اي تقطيع عندك باي شكل اهي كده. بصوا مش هتفرق يعني، انت ايه قطعيه بالشكل اللي تحبيه اهي كده. اهي بالشكل ده كده. هبدا بقى اعمل ايه تاني، لو عندك شرايح طماطم هتنزل طبعا على البتنجان وهتسويه معاكي برضو كويس اهي كده اهي. مش هزود عليه عشان برضو ايه ما يبلش الورق بتاعي، هي دي بس عريض تخينه شويه هقللها. هبدا بقى دلوقتي ارص السمك معايا كده، بسم الله اهو
كده عشان دي اكبر اهي كده بالشكل ده. حاولوا بقى ما تخليش في حاجه طالعه لبره. نغطي السمك كله اهو كده يكون كله على جوه. نعمل له قاعده كده ايه مكان الدماغ اهي اهو بقى معايا كده ايه بالشكل ده. هبدا بقى اجيب ايه عندي كده برضو فلفل. هبدا ان انا احط عليه ايه شرايح فلفل كده. طبعا الفلفل بيخليه طعمه جميل اهو اهو. هوزعه بس عليه كده بالشكل ده اهو كده. عندي معايا بصل بالشكل ده. هبدا ان انا ايه افرغ البصلايه كده اهي اعملها شرايح كده. ما اقولكيش بقى الاكله دي جميله جدا ازاي ويعني مغذيه وصحيه برضو. ولو انتي عامله دايت هتنفع معاكي جدا. وبدل بقى ايه السمك المشوي بقى كل شويه والجو ده دي معاكي هتبقى جميله جدا وهتنفع معاكي جدا اهي كده. بس حاولي على قد ما تقدري ان انتي ايه تفكي على قد ما تقدري ان انتي هتفكي البصل مش هتسيبيه كده كامل اهو كده. اهي يعني هي دي بصلايه بصلايه واحده هي اللي عملت معايا الكميه دي كلها اهو شايفين بقى. ايه رايكم في الشكل؟ عندي بقى دلوقتي شويه خضره كده يعني حاجات بسيطه كده برضو. لو عندك ليمون بقى هتطلع معاكي روعه في قمه الجمال والحلاوه لو عملتيها بليمون اهو كده اهي اهو. بصي كده كل ما تحط لها خضره بتلاقيها معاكي طبعا شكلها وطعمها احلى بكتير جدا اهي كده. لو عندك ليمون حطيه بس انا بصراحه كنت افضل لو عندي ليمون كنت حطيته بس بصراحه ما عنديش ليمون. الليمون خلص من عندي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. هبدا بقى دلوقتي ان انا احطها كده في الفرن على احطها على درجه حراره عاليه لحد ما ايه ما تستوي. بس هحط لها سنه بسيطه من الزيت. عندي كده الزيت هبدا احط ايه سنه بسيطه جدا. بصوا حاجه بسيطه جدا وانا ماشيه اهي كده نقطة بسيطة جدا اهي. هبدأ برضو ما تنسوش ان احنا كل ده ومحطناش لسه ملح للحاجات اللي فوق دي كلها. هبدأ اديها رشة ملح كده اهي بطريقة عشوائية اهو كده. بصوا بقت عاملة ازاي. طبعا عشان يتملح معايا كويس لان انا ما حطيتش ملح غير للسمك وبس. وهبدأ برضو اديله رشة كزبرة ناشفة اهي كده. ولو عندك بقى سنه كمون هتبقى يعني ايه بصوا حاجه ما اقولكوش بقى اهي كده. احطها بقى في الفرن وارجع لكم تاني بعد ما نخلصها ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. خلاص عملت السمك بتاعي وبقى معايا بالشكل ده. حابه بس اوريه لكم كده شايفين بقى عامل ازاي. حاجه كده ايه وهم وريحه بقى ما اقولكوش. بصوا حاجه جميله جدا وريحتها يعني فظيعه. نبدا بقى نحطها كده في الطبق. بصوا يعني انت بصي تحطيه اصلا كده لو انت عامله عزومه ولا حاجه تحطيه وانت ايه يعني فخوره جدا بيه. شكله جميل وطعمه روعه. بصي كده اهو طعمه بقى ما اقولكوش عليه. والشكل اديكوا شايفين بنفسكوا حاجه جميله جدا احلى. طبعا ما تروحي تجيبي سمك جاهز من بره او تعملي سمك بره جميل جدا. بصوا عامل ازاي. بصي السمكيه نفسها اطلعه لكم برده كده لوحده واوريه لكم. شايفين بقى شكلها بعد ما طلعتها من الطبق بقت عامله ازاي. يعني بصوا الواحد ياخد دي اصلا وجبه كده لوحدها من غير حاجه. شايفين بقى جميله ازاي. شايفين الباقي بقى. انت بقى لو هتحطيه على السفره سخن كده تحطيه بورق الفويل يبقى شكله جميل. اول ما تبداي تاكليه تروحي ايه شايلاه كده. حابه اوريكم بصوا قد ايه البصل كمان استوى معايا. شايفين بقى عامل ازاي مستوي معايا خالص اهو. بس يعني رغم ان هو استوى معايا لانه ما ماتش يعني
ما بقاش خلاص يعني دبلان وسايح بقى، بصوا مقرمش، شايف سامعين؟ ودي بصراحة اجمل حاجة فيه، حتى البتنجان نفسه، بصوا البتنجانة بقت عاملة ازاي، بصوا شاربة كده من ايه، من السمك، بقت جميلة جدا، وحتى السمك نفسه بقى مستوي، اوريهولكوا بس كده، شايفين مستوي ازاي، طعمه بقى جميل خفيف جدا وحامي جدا، ما اقولكوش خفيف جدا، بس مشكلته بصراحه الفلفل طلع حامي قوي. يا رب بقى يعجبكم، اتمنى باذن الله ان انتوا تجربوه، لو عجبكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. وحابه اقول لكم بقى حاجه، انا زعلانه قوي ان السمك ده طلع حامي، مش عارفه اكل منه. يا رب بقى يعجبكم، اتمنى ان انتوا تجربوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.